السلام عليكم مدام فاديا من منطقه بريد حلوان، وبقول احنا هنا في المؤتمر الصحفي لمطالبنا عايزين تتنفذ. اول مطلب ليها اللي هي نسبه 50% كحد حافز الاداء باعتبارا من 1/3. دي حاجة. الحاجة التانية عايزين صرف العلاوة الدورية 7%. احنا ما بنعطلش شغل حد، احنا بس عايزين حد يحس بينا، لان احنا موظفين البريد اكتر فئة مطحونة ما بتاخدش حقها، ودلوقتي عايزين الحد الادنى مش للاجور، حد الادنى لاعباء الموظف. اعباء الموظف عبارة عن ايه؟ مصاريفه، ايجاره، مواصلاته، اكله، شربه، بيته. بالتالي ما هيدفع كل دوت مش هيلاقي في ايده اي حاجه يقدر. فاحنا بنقول يا جماعه اعذرونا، احنا جايين نطالب بحقوقنا عشان دي حقوق شرعيه، والاعتصام بتاعنا شرعي وقانوني زي ما قال الدستور. احنا ما بنعملش حاجه ضد الارهاب، احنا ملناش دعوه بالارهاب، ملناش دعوه بالتعطيل مصالح الناس. احنا زي ما دكتور اشرف قال انزلوا واصرفوا المعاشات واحنا هنلبي لكم طلباتكم، علقنا الاعتصام ونزلنا وفعلا صرفنا المعاشات عشان اصحاب المعاشات ما لهمش ذنب. بعد 10 ايام بعد المهله اتضح ان الكلام ما فيش تنفيذ، تعنت مع الفئه البسيطه بتاعتنا. احنا ما بنطالبش اي حاجه، احنا عايزين بعد ما طالبنا احنا اذا كان رئيس الهيئه هيوافق على مطالبنا وعدم التعرض لاي موظف واقف في الاعتصام احنا موافقين ان هو يقعد، بخلاف ذلك يبقى نو بروبلم، يعني احنا ما عندناش مانع ان هو يقعد. لو اتعرض لاي موظف بيطالب بحقوقه فسوري يعني هنقول له جيم اوفر، انت كده ما تلزمناش.